هلا يكون مشاهدينا على الشمال بيم الأترك السماوي في هذه المباراة. النهاردة إنبو تشكيل نجوم محمود جد انطلاق على طرف نص الملعب لصالح فريق إنبو على طول. إسماعيل لسوادوغو أمامية ورا يتحارس مرمى والحال بالمقارنة بتشكيلة اللقاءات السابقة في توافد عمرو الشعبان حارس العيد اللي كان غاب للإصابة والمرض. كرة عالية خطيرة تعدي والهدف مش ممكن يا راجل للمرة الثانية. كلا المحلة بداية ما فيش أحلى من كده بالنسبة لغزل المحلة ضاغطين بقوة وعاملين خطورة كبيرة حتى الآن على مرمى الحارس محمود جد. على اليمين إسلام فؤاد عرضية المرة خطيرة بتاخد كورة محاولة ورا على اليمين إسلام فؤاد معرضية حلوة راسية قوية جدا ولكن فين يا راجل بعيد. محلة عاوزين يعملوا مباراة كبيرة وعاوزين يحققوا أول ليهم في الدوري. الهجمة علي فوزي عرضية حلوة والتعدي على الشمال مقصة على اليمين جيدة لهاني عادل عرضية ولكن في أحضان حارس مرمى محمود جهد. كريم طارق كريم عنده خبرات وعنده قدرات فنية على أعلى مستوى. الهجمة العرضية فوق الراسية وتحضير بعرض الملعب لإنبي مباراة طولية حلوة علي فوزي. علي فوزي والعرضية والراسية من كاماتشو تترد الهجمة للمحل. عبد الرحمن عامر السلام دوران عبد الرحمن والبصة بداية حلوة لعلي فوزي مع كرة عالية مع عرضية قوية غير جيدة وكريم دفاع من دفاعات المحلة قطعوا على اليمين تصل بتاخد كورة لموزس ولكن ادي طبعا اللاعب نيك اللاعب اودو موزس لاعب نيجيري عيد حمزة للاعبين هشام عادل وعرضية عادل والهدف جول دقيقة 27 من الزمن الشوط الأول غزل المحلة قدر يستلهب وعدم التعامل عدم تعامل جيد من محمود جاد مع تصويبة هشام عادل عشان اتجاهها عشان تهز الشباك هز عشان يتقدم غزل المحلة بهدف أول بقدم مشاهدينا هشام عادل يتقدم الآن على إنبي بهدف أول بقدم هشام عادل غزل المحلة تصويبة تعدي وتجلي اسلام فؤاد اسلام والهجمة المحلة اسلام عاوز يعدي اسلام ومع برضه اسلام عرضية برة وتبقى طول تحضير اسلام لاسلام فؤاد ورا وادي عبد الرحمن عامر والعرضية فوق الراسية ممتازة تعدي وادي فاعل لحارس المرمى تصويبة خطيرة ولكن طلع برة ملعب حاجة 40 في تاريخه وصل 6 مرات لنهائي كاس مصر 6 مرات النهائي أخيرا طبعا كان في 2001 وكمان خليه تفضيح ثم رضا ثم سموك ثم طنطا إنبي أسوار عبد المسلم رجع لنادي إنبي انضرب محمد المرسي دفاع من دفاعات المحلة عبد الرحمن عامر على مين تصل الهجمة ثانية كريم فؤاد محمد المرسي بيبص العرض بيسجل التعادل عند مدى 42 عطيها فوق راسية تعادل أيوة راسية مش ممكن يا راجل الراسية على طول من بيتر ولكن الدفاع المحلاوي وبرا الملعب هذه اللعب كيلو بيتر وادي العادل وادي الراسية وادي الدفاع المحلاوي وبيلعب برا هل ده فيديو هل ركلة جزاء لإنبي ولا لا هنشوف الدفاع على طول دينو بيتر الراسية من دينو بيتر حكم المباراة على طول رامي صبري والحارس عامر الشعبان وركلة جزاء رامي صبري والشعبان يا ولد يا لعيب كمان من حديد الكابتن يا سادة رامي صبري اللي كان 43 من نهاية الشوط الأول التعادل موجود والتلاحم موجود في لقاء إنبي وغزل المحلة في الأسبوع الثالث بالعمر عالي بقدرات فنية عالية من المصري وأول أهداف رامي صبري في الدوري في هذا الموسم يحطها جميلة موهبة رامي صبري يحطها بمهارة كبيرة وبقدرات عالية جدا جدا على واحدة ونص رامي صبري يسجل إنبي وبيلعب مع إنبي من 2009 وحتى وقتنا هذا طارق ومحمد المرسي محمد المرسي وكرة طولية عالية فوق ولكن تعدي من كل الناس مدافعين وكمان مهارات الأسبوع الثالث تعادل 1-1 كرة عالية راسية من محمد فتح الله على اليمين محمد المرسي عاوز يعدي المرسي ولكن 24 وهو نزول معتز كاجو 29 محمود صلاح وخروج مين خروج طبعا النجيري موزس المهاجم من ركل الجزاء بقدم رامي صبري هم دول اصحاب الهدفين حتى الان والتعادل الاول في الاسبوع الثالث الهجمه ولكن مره ملعب الرقميه
لصالح نادي انبي. على طول كرة عالية قوية بتعديل راسية ومتابعة لشرب مع الكورة، محاولة مرة خطيرة، التصويب والدفاع من دفاع المحلة، ولكن حكم اللقاء هذه العادة مرة ثانية وادي الفاول من نصيب الباك اليمين نادي انبي. خلاص اخر هجمة في المباراة، الهجمة الاخيرة، الامل الاخير لمحبي انبي من شديد حكم بصفر هذه المباراة، وانتهى اللقاء مشاهدينا بالتعادل الايجابي.